المساحات الخاطئة الآن باش السيارة. كيف ما تتشاهدوا الوضع اللي صبحات عليه السيارة الآن، كيف ما تتشاهدوا واحد الوضعية اللي عجيبة، كيف ما تتشاهدوا في الصورة أن السيارة تقلبات على الدار ديالها واش خشات المكان هذا، ما عرفناش شنو نعرفنا. مشاهدي قناة شاب اهلا ومرحبا بكم، عاجل ومباشر من جامعة شلالات، بالضبط طريق ديال جامعة شلالات كما كتشاهدوا معنا بالصورة. حالة ديال الصدمة في هذه الأثناء هذه، بالخصوص ديال هذه الحادثة اللي كما قلنا دارت الرعب بهذا المكان هذا. جوج ديال السيارات، واحدة كانت مورا واحدة، واحد كان في حالة سكر، كان تابع هذه السيارة هذه بسرعة كبيرة، ضرب في هذه السيارة هذه وبالقوة ديال الضربة تلاحت في هذه الحفرة هذه اللي في واحد المجمع السكني اللي في طور البناء. ولكم الصورة مشاهدينا الكرام، وهاد السيارة هذه كانوا فيها جوج ديال الشباب، والحمد لله تعتقوا، الحمد لله تعتقوا جبدوهم الناس من هذه الحفرة هذه. صراحة هاد الشيء كيخوف وكيخلع، وكما قلنا مجموعة من الناس واقفين في هذا المكان هذا، كل شيء مخلوع، كل شيء مصدوم، حتى واحد ما عرف شنو وقع بالضبط في هذا المكان هذا. وكما قلنا مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة الشعب قناة شوف تيفي، الحالة صعيبة في هذه الأثناء هذه. شاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني باش تكون زي سيارة بواحد السرعة اللي كبيرة وكبيرة بزاف وتضرف في هذه السيارة وتلوحها في هذه الحفرة هذه، أمر غريب وخطير في نفس الوقت. المشاهدين ومتابعينا عبر قناة الشعب قناة شوف تيفي، كيف ما قلنا السيارة اللي كانت سبب في هذا الحادث، السائق ديالها كان في حالة سكر، يعني ما عرفش شنو الإشكال اللي كان بينه وبين هذه السيارة هذه أو السائقين ديال هذه السيارة هذه. فقط اللي عرفنا حسب معطيات من عين المكان، كان غادي هاد واحد جوج الشباب كانوا غادي من السيارة ديالهم، واحد جاي موراهم بسرعة قوية كان في حالة سكر، ضرب فيهم بواحد القوة كبيرة وكبيرة بزاف، ولاحهم في هذه الحفرة اللي في جانب ديال هذا المجمع السكني اللي في طور البناء. ولكم الصورة مشاهدينا الكرام، صراحة اللي شاف هذا الحادث بهذا الشكل هذا أكيد غيقول باللي راه كاين وفيات، والحمد لله هاد الشباب هادو اللي طاحوا في هذه الحفرة هذه تم النقل ديالهم على وجه السرعة بسيارة الإسعاف. تواجد كبير ديال رجال الدرك الملكي أكيد بعين المكان اللي دائما كانوا حاضرين في جميع الأحداث. خليكم معنا مشاهدينا الكرام في البث المباشر، القاطرة أكيد غتدخل لعين المكان دابا باش تحاول أن قدر الإمكان أنها تهز هاد السيارة اللي مقلوبة في هاد الحفرة هذه. ولكم الصورة مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة الشعب قناة شوف تيفي، عاجل ومباشر من الشلالات. شاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، قرب الجماعة قرب القيادة أكيد حادثة خطيرة، وكاين جروح. شاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، ما عرفناش يعني الناس اللي كاينين في المكان كيتفاجئوا كيفاش هاد الحادثه بهذا الشكل هذا. الناس صدموا، الناس عمال البناء اللي ساكن في هذا المجمع اللي في طور البناء كيقولوا ما فهمنا والو، السياره ضربت يعني بواحد السرعه واحد القوه كبيره في الحيط ديال هذا المجمع السكني اللي كيف ما قلنا في طور البناء، وتقلبت في هذا المكان هذا. ولولا الالطاف الالهيه لكانوا هاد جوج ديال الشباب غيكونوا ميتين، حفظهم الله اكيد. وكما قلنا غير الناس اللي كانوا شهود عيان اللي كانوا في هذا المكان هذا، وكذلك البناية اللي كانوا في عين المكان كذلك دخلوا لهذه السيارة هذه وجبدوا هاد الشباب الحمد لله على السلامة ديالهم أكيد. وكما قلنا مشاهدينا ومتابعينا دائما الحيطة والحذر، وحنا كنشوفوا الآن سيارة الإسعاف كترجع لعين المكان باش تنقل البقية ديال المصابين. وشوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني تجمهر كبير في هذه الاثناء هذه، الناس اللي ساكنين هنا وفي هذه الجنبات ديال هذا المجمع السكني كل شيء واقف، كل شيء مصدوم. وكما قلنا مشاهدينا ومتابعينا عبر قناه الشعب قناه شوف تيفي، حادثه خطيره. الحمد لله كما قلنا على السلامه ديال هاد الشباب اللي كانوا في هذه السياره هذا. حاليا راه كاين الاب ديال هذا الشاب هذا، ديال هاد الشباب اللي كانوا في هذه السياره هذه، الحمد لله على سلامتهم. وكيف ما قلنا وكنعاود نكرر مشاهدينا ومتابعينا عبر قناه الشعب قناه شوف تيفي، هذه واحد سيارة كانت غادا جاية موراها سيارة بسرعة قوية، هذاك اللي كان سايق موراهم وجاي بسرعة قوية كان في حالة سكر، ضربهم بواحد القوة كبيرة ولاحهم في هذه الحفرة، والشكل راه واضح أمامكم مشاهدينا ومتابعينا على السلامة ديالهم. نتمنى ما يكونش عندهم
اصابات خطيره، تم النقل ديالهم على وجه السرعه كيف ما قلنا مشاهدينا ومتابعينا للمستشفى اكيد. والان تواجد ديال رجال الدرك الملكي اكيد من اجل تحرير تحرير ديال المخالف بخصوص هذا الحادث هذا اللي قلنا صعيب وصعيب بزاف. ولكم الصوره مشاهدينا ومتابعينا شاهدوا معنا الانقلاب الخطير ديال هذه السياره هذه. ان شاء الله كاملين. خليكم معنا مشاهدينا الكرام، غناخذوا مكان اخر من زاويه اخرى باش اكيد نوصلوا للمشاهدين الكرام ديالنا. شاهدوا معنا مشاهدينا، صراحه من اخطر الحوادث اللي شفت في الحياه ديالي. شاهدوا معنا مشاهدينا ومتابعينا، حادثه خطيره نواحي الشلالات المحمديه. جوج سيارات، سياره كانت غاده فيها جوج ديال الاشخاص اصدقاء، وموراهم سياره جايه بقوه كبيره، ضربات في هذه السياره هذه مباشره تلاحت امام هذا الحيط هذا ديال هذا المجمع السكني اللي في طور البناء. اكيد الحمد لله على السلامه ديال هاد الشباب هادو اللي كانوا في هاد السياره، الحمد لله ما وقع لهم والو. تنقلوا على وجه السرعه للمستشفى. والحدود الساعه كما سمعنا وعلى حسب المعطيات اللي خدينا ما كاينش وفيات، فقط جروح خطيره. والشباب تنقلوا على وجه السرعه للمستشفى، وتواجد كبير ديال رجال الدرك الملكي بعين المكان. ودائما مشاهدينا الكرام الحيطه والحذر، الحيطه والحذر. احنا كيف ما قلنا وكنعاود نكرر الاسباب ديال الحادث، سياره كانت غاده وسياره اخرى جايه موراها بشكل بسرعه كبيره، والسائق ديالها كان في حاله سكر. من يضرب في السياره مباشره تلاحت في الحيط ديال هذا المجمع السكني اللي في طور البناء كيف ما قلنا. كما الحمد لله، الحمد لله على السلامة ديالهم. والله يشافيهم أكيد. كما كنشوفوا يعني عدد كبير من السكان خارجين، كل شيء مصدوم، كل شيء تفاجأ لهذ الحادثة المأساوية. أكيد كيف ما قلنا راه يعني كان خرجوا من المالة، خرجوا من المالة. وكما سمعنا من شهود عيال المشاهدين المتابعين عبر قناة الشاب، حصريا هاد الشباب هادو اللي طاحوا في هذه السياره هذه وفي هذه الحفره هذه بالضبط خرجوا من الناس من الماله. يعني كل ما خرجوهمش من الماله يعني اكيد كاين صعوبه كبيره باش يخرجوهم، حيت كانوا البيبان كما كتشاهدوا معنا يعني صعيب ان البيبان يتحلوا والطوموبيل مقلوبه بهذا الشكل هذا والجنبات ديالها يعني مزيرين. يعني لولا الماله قدروا انهم يخرجوا منها اكيد كانت الامور تكون اسوء. انت من الناس اللي كنتي شاهد ما كنتش غير عاودوا لك على شنو وقع. لا الدري صاحبي، الدري صاحبك هو كان هو الشيخ، هو اللي كان سايق طوموبيل. ما وقع لهم الحمد لله والو، عنده شي عندهم اصابات خطيره، عندهم اصابات في الراس. وبالنسبه لذاك اللي ضربهم، بالنسبه اللي ضربهم سكران 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 كما سمعتوا معنا مشاهدينا الكرام اللي ضربهم. ما تضربتيش واحد سكران؟ ما تضربتيش واحد كان في الطريق؟ لا. لكم صوره مشاهدينا الكرام اللي ضربهم كان سكران في حاله سكر، يعني اكيد سايق وما عارفش كيف غادي، يعني يقدر يكون غادي ب 160 170 150 يعني غتبان لي السرعه بحال غادي فوق شي ريشه وصافي. ضرب هاد الشباب هادو اللي كيف ما قلنا شاهدوا معنا مشاهدين الكرام القوه ديال الصدام قلبت السياره في هذا المكان هذا، والحمد لله على السلامه ديال هاد جوج ديال الشباب. وكيف ما قلنا لولا الالطاف الالهيه يعني ما كناش غنشوفهم على قيد الحياه. وكيف ما كنعاود نكرر غير الماله اللي خرجوا منا اللي كتشاهدوا معنا على المباشر المشاهدين المتابعين عبر قناه الشعب قناه شوف تيفي، الحمد لله على السلامه ديالهم. واكيد دائما الانسان ياخذ الحيطه والحذر، ما بغيناش نشوفوا حوادث كتكرر بهذا الشكل المخيف والمفجع. اكيد دائما كنوصيو على السرعه، وكنوصيو على ان الانسان يرد البال في الطريق الى بحال هذا، ولكن هذه كتبقى حاله خاصه. هاد جوج شباب كانوا غادا في الطريق عادي، هما يعني صديق هو يعني جوج ديال الاصدقاء غاديين مع بعضياتهم، اكيد غيجي واحد الشخص موراهم بسرعه قويه غيضربهم. الله يحفظ كون قتلهم فين غنوليو؟ فين غنوليو؟
سكران سير جلس في الدار تتسحب، ولكن باش انسان يكون سكران ويجي ايوب وايوب يسوق السياره ديالو ويأدي هاد الشباب حشوم. مشاهدينا الكرام، دعيو معنا بالشفاء لهاد الشباب هادو، كيف ما قال الاب ديالهم راه جهنا مخلوع، الصديق ديالهم توا كذلك جهنا مخلوع، كيصاحبوهم ماتوا، حيت اكيد ملي كتشوف السياره مقلوبه بهذا الشكل هذا المخيف اكيد كتقول راه واقيلا ماتوا، ولكن الحمد لله ما ماتوش، مازال على قيد الحياه ولكن اصابات بليغه. اما بالنسبه للشخص اللي كان في السياره الاخرى واللي كان سبب في هذا الحادث، العلم ولا ما عرفناش الحاله الصحيه ديالو كيف دايره، واش حتى هو نفسهم عنده حاله خطيره، عنده اصابات خطيره ولا العكس، العلم لله. حتى هو مشى في سياره الاسعاف ولكن الحاله ديالو العلم لله. نتمنوا خير مشاهدينا الكرام، الله يشافيه. ولكم الصوره مشاهدينا متابعينا من قناه الشاب قناه شوف تي في مباشره من المكان ديال الحديث. وكيف منا لولا الالطاف الالهيه لما شفنا هذا الشباب مازال على قيد الحياه، حيت باش السياره تقلب بهذا الشكل هذا الكبير والمخيف كما قلنا، والشباب يبقاو على قيد الحياه الحمد لله. توجه كبير ديال رجال الدرك الملكي مشكورين اكيد، دائما حاضرين جميع الاحداث. نعود نكرر مشاهدينا الكرام اللي تلتحقوا بنا عبر المباشر، حادثه خطيره في نواحي الشلالات اكيد قرب القياده ديال الشلالات. جوج ديال الشباب كانوا غاديين في السياره خفيفه، موراهم سياره جاي بسرعه قويه دخل فيهم قلبهم في هذا المكان هذا قرب واحد المجمع السكني في طور البناء في واحد الحفره اللي فوسي. والحمد لله كيف ما قلنا على السلامه ديالهم، حتى واحد ما توفى، فقط اصابات خطيره. ولكم الصوره مشاهدينا الكرام من قلب الحدث اكيد، نتمنوا الشفاء العاجل لهاد الشباب هادو. الاب كاين هنا، الصديق ديال هاد الاصدقاء اللي كانوا في هاد السياره كذلك كاين هنا. كنعاود نكرر مشاهدينا الكرام، الله يشافيهم. ودائما الانسان الحيطه والحذر، ما بغيناش نشوفوا بحال هاد الحوادث كتكرر. هذا شاب كما قلنا يعني في هاد الحاله اللي غادي بها، يعني في حاله سكر وصايق السياره ديالو، الله يحفظ كون كانت غاده شي مره في الطريق او شي واحد كان غادي في موتور غيضربوا غيقتلوا في البلاصه اكيد. هادو جاب الله الطوموبيل بعد حماتهم شويه، ولكن راه كيف ما قلنا كاين اضرار جسديه. ولكم صوره مشاهدينا الكرام من قلب الحادث اكيد، الامر مؤلم ان نشوفوا حادثه بهذا الشكل هذا. الحمد لله على السلامه ديال هاد الشباب هادو اللي كيف ما قلنا حتى واحد فيهم ما مات، فقط الاضرار جسديه. اما بالنسبه لهاد الشاب اللي كما قلنا كان شباب في هاد الحادث اكيد خاص يكونوا عقوبات في الحق ديالو وتكون الصرامه اكيد، حيت ما يمكنش واحد غيهز السياره ديالو وغيكون في حاله سكر وغيجيب واحد السرعه قويه ويضرب الناس، والله يحفظ كون ماتوا، والله يحفظ كيف ما قلنا واحد غادي بدراجه ناريه او مثلا غادي على رجليه. راه الناس هذه الطريق راه كيدوزوا من الراجلين بزاف. نتمنوا خير مشاهدينا الكرام، خليكم معنا مشاهدينا عبر قناه الشعب قناه شوف تي في مباشره من قلب الحادث. حنا غنديروا نغيروا المكان من جهه اخرى ومن زاويه اخرى اكيد باش تشاهدوا معنا الحجم ديال الخسائر الكبيره في هذا المكان هذا. كما قلنا حادثه كتالم، جوج شباب غادي في السياره ديالهم كيتفاجئوا بسياره جايه موراهم بشكل قوه كبيره. خليكم معنا مشاهدينا الكرام، هذا هو المكان اللي خرجوا منه الشباب على سلامتهم اكيد. ملي كتشوف السياره بهذا الشكل هذا المخيف كتقول هاد الشباب يمكن ماتوا، لكن الحمد لله القضاء الالهيه كتصرف ومازال على قيد الحياه. كون ما حلوش البارشوك
كل ما حلوش المال عفوا ما كانوش غيقدروا يخرجوا. مشاهد ما انا مشاهد انا كان السيارات تقريبا كامله مشات كامله بغجات السياره. ولكم صوره مشاهدينا الكرام من قلب الحدث كيف ما قلنا. يعني حتى الناس هنا في هذا المكان هذا وحتى البنايه اللي كاين قراب من هذا المجمع السكني قال لك حنا تفاجئنا ما عرفناش كيف السياره من الشانطي وصلت حتى لهنا. واكيد كيف ما قلنا السرعه السرعه السيد غادي بالسياره ديالو هو والصديق ديالو اكيد غاديين فرحانين ناشطين مع راساتهم كيضحكوا كيتفاجئوا بواحد غيجي بقوه كبيره غيضرب فيهم من اللور وغيقلبهم بهذا الشكل. اكيد راه كان غادي يضيعنا جوج ديال الناس. لكم مشاهدينا الكرام رجال الدرك الملكي اكيد كيتواجدوا بعين المكان مشكورين على المجهودات اللي كيقوموا بها. خليكم معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر والعاجل. اكيد كيف ما قلنا حادثه خطيره كيف ما قلنا اصطدام ديال جوج ديال السيارات. رسلت هذه الحادثه رسلت ثلاثه الناس على وجه السرعه المستشفى ديال مولاي عبد الله بمدينه المحمديه. الحمد لله على السلامه اكيد ديالهم كاملين. واكيد هذا الشخص هذا اللي كيف ما قلنا كان في حاله سكر وجاي بسرعه قويه ودخل في هاد الشباب هادو اكيد كان غادي يتم الاهل ديالهم فيهم. والحمد لله لولا الاقدار الالهيه ما كناش غنشوفهم مازال على قيد الحياه. ولكم الصوره مشاهدينا الكرام كون ما خرجهمش الناس من المالا علم الله شنو كان غيوقع فيهم. الحمد لله لانه هذا الحال كان ليل وكان النهار غادي نشوفوا كارثه في هذا المكان. خليكم معنا مشاهدينا الكرام حنا مازال معكم في البث المباشر والعاجل من عين المكان. نحاول ان نغيروا المكان باش تعطيكم صوره اخرى على هذا الشيء اللي وقع فيه الحادث. خليكم معنا مشاهدينا ومتابعينا. هذا هو مشاهدينا الكرام المكان اللي وقع فيه الحادث. لا واحد عارف كان سكران احنا كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام تواجد كبير لرجال الدرك الملكي. هذا هو الشارع اللي وقعت فيه الحادثه. كما قلنا كانوا جوج سيارات جايين من هذا المكان هذا سياره مورا سياره. السياره كانت جايه بواحد السرعه قويه دخلت في السياره الاخرى ولا حتى في هذا الفوسي هذا كما شاهدتم معنا قرب مجمع سكني. تواجد كبير لرجال الدرك الملكي اكيد. حنا غنمشيو لسياره اخرى باش نديرو نكملوا معكم مشاهدينا الكرام هذا البث المباشر. خليكم معنا صراحه حسن. الحمد لله على السلامه ديال هاد الشباب هادو. شاهدوا معنا مشاهدينا الكرام السياره الثانيه. لاش الاخ شعل الكاميرا. شاهدوا معنا مشاهدينا الكرام هذه السيارة الثانية. شاهدوا معنا مشاهدينا الكرام هذه السيارة اللي كانت سبب في هذا الحادث هذا. صور من بعد خلينا نخدم احنا خلينا نخدم صور من بعد. خليكم معنا مشاهدينا الكرام. اش كدير؟ لا ما تصورتش اصاحبي ما تصورتش نكمل انا ما تصورناش اصاحبي خديتي من عندي العيدن.